ممكن عن الأم أيضا. طيب، مناسبة عيد الأمهات يعني. تفضل. بس بظن المرأة التي تقوم قبل الديك وتملأ الظلام باللهب وتسأل الإله هل سينجح الفتى وهل سيرجع التراب قمحها الذي ذهب. المرأة الذي إذا بكى الصغار جمعت دموعهم ورشت التراب، سيرجع التراب قمحها الذي ذهب. حلو كتير. ورقة، هو قبل أن أقرأ الورقة، إذا كان كل كتاب نجد فيه 6 أسطر هذا كويس. ليس كل قصائد شعرا وليس كل كتاب هو. نعم. لست حيا كي تموت، لست ريحا كي تفوت، إنك العاري وهذا الشعر توت. حلو كتير. ورقة توت. هي التي تسطرنا بكبار. عفوا، هي التي تسطرنا الشعر، تسطرنا من أن يفاجئنا الموت. أنت تريد أن يخلدك شعرك؟ تبحث عن الخلود؟ والله في الحقيقة أنا أبحث عن اللحظة.